الغاز في أفريقيا هو ما يتطلع إليه الاتحاد الأوروبي للخروج من نفق أزمة الطاقة، ولكن لماذا العين على أفريقيا؟ طرح الاتحاد الأوروبي في وقت سابق استراتيجيته الدولية للطاقة للاستغناء عن الغاز الروسي، ومن أبرز البنود رفع الواردات من الولايات المتحدة وأذربيجان، ولكن الاتجاه نحو أفريقيا اكتسب أهمية خاصة، والسبب أن دولها تتميز بإمكان تطوير حقول غاز جديدة مع التزام الدول الأوروبية بالحفاظ على التعهدات بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتركيز على مصادر الطاقة المتجددة. نيجيريا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تعد الأولى أفريقياً والتاسعة عالمياً في امتلاك احتياطات هائلة من الغاز، ويمكنها أن تزود أوروبا بالغاز بخط أنابيبها العابر لصحراء النيجر، وهناك أنغولا والكونغو والجزائر ومصر وليبيا والمغرب التي بدأت تصدير الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى إلى أوروبا منتصف نوفمبر. ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز في أفريقيا ذروته عند 470 مليار متر مكعب بحلول العام 2030 وفق الخبراء. تعويض بدائل الطاقة لأوروبا من أفريقيا من شأنه أن يهيئ وضعاً جديداً من الاستثمار في مجال الغاز، ويساهم بفائدة كبيرة للدول الأفريقية التي تعاني غالبيتها من أزمات اقتصادية حادة. محاسن حدارة، العربية.